وللوقوف أكثر على تداعيات استهداف ميليشيا الحوثي للمرافق الحيوية في السعودية وتهديد أمن المنطقة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي. أهلا بك معنا أستاذ مبارك. أهلا وسهلا بكم السادة المستمعين والمستمعات. حياكم الله أستاذ مبارك. يعني من جديد وللمرة الثانية خلال عامين تستهدف ميليشيا الحوثي خزانا نفطيا في جدة. السؤال هنا، لماذا تصر ميليشيا الحوثي على استهداف المنشآت المدنية في السعودية برأيك؟ بالفعل يعني الاعتداءات الإرهابية عبر الحدود هي لم تنقطع ولم تتوقف، وكانت يعني متعددة ومتكررة بل ومتنوعة. ومؤخرا هذا التصعيد في الاعتداءات الإرهابية يأتي حقيقة جراء مبادرة المشاورات الخليجية التي أعلنت والتي ستنطلق قريبا. فأراد الحوثي ومن وراءه إيران تعطيل مسار المشاورات وإفشال تلك الجهود من خلال إعادة جر التحالف العربي لحمام الدم، لكن من الواضح أن التحالف العربي قد تعامل بحكمة وبمسؤولية عندما أعلن أنه يمارس ضبط النفس وأنه يحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب في سبيل إفساح المجال لإنجاح مسار المشاورات التي ستشمل كل الأطراف والمكونات والشخصيات اليمنية المستقلة، من ثم بجمع كل الفرقاء اليمنيين تحت قبة واحدة وعلى طاولة مفاوضات واحدة في سبيل رسم المستقبل السياسي لليمن وإنهاء الحرب وحقن الدم اليمني الشقيق. نعم، يعني نلاحظ أن هذا القصف يأتي بتزامن مع مفاوضات الملف النووي الإيراني، هل من ربط بين الحدثين برأيك؟ دون أدنى شك أن المشهد الإقليمي والمشهد الدولي أيضا في رأيي أنه كان حاضر. اليوم إيران يعني بدأت تجد ضغوط متجددة من الجانب الروسي وبشكل مفاجئ حيال توقيع اتفاق 5+1. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية بضغط من إسرائيل أصبح لديها مطالب جديدة، بمعنى أن الاتفاق الذي كان قاب قوسين أو أدنى سيوقع، في اعتقادي أنه تم على الأقل تأجيله أو تعطيله. ومن ثم إيران بكل تأكيد تريد أن تقول أنني متواجدة في الإقليم وأن الميليشيات لا تزال تعمل باسمها، وهي تريد بالفعل تعطيل أي مشاورات سياسية وتريد تعطيل أي جهود سياسية دولية، وهي تعلم أن المملكة العربية السعودية والتحالف العربي حصل على دعم أممي واسع لهذه المشاورات. لذلك أرادت إيران أن تقول أبدا سنعطل هذه المشاورات. الأمر الآخر أيضا أن هذه الاعتداءات جاءت في ظل وجود على الأقل تباين، لا أقول توتر، لكن تباين في العلاقات الخليجية الأمريكية، في ظل وجود أيضا موقف خليجي متصلب تجاه كميات إنتاج النفط والتزامه باتفاق أوبك بلس والمتواكب مع الرغبة الروسية، بمعنى أن المشهد السياسي مع الإقليمي والدولي كان متداخل، ومن ثم جاءت هذه الاعتداءات الإرهابية الحوثية في سبيل إعادة رسم، معتقدة أنها ستعيد إدخال المشهد أو لخبطة المشهد أو خلط الأوراق في المشهد السياسي الإقليمي. الأهم أننا نعول حقيقة على المسؤول الذي أبدأ التحالف العربي، ثم أننا نأمل حقيقة أن يكون هناك موقف مسؤول أيضا من الشرعية اليمنية ومن الأطراف اليمنية بالتحلي بالمسؤولية والانتصار للدولة الوطنية اليمنية ونصف المصالح الحزبية الضيقة في سبيل الوصول إلى قول رشيد يجمع كافة الأطراف اليمنية. طيب أستاذ مبارك، يعني هناك إدانة من الخارجية الأمريكية لهذه الهجمات التي تتعرض لها السعودية، وهناك تأكيد على دعم أمريكا لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها. هنا السؤال، ما المنتظر من واشنطن لوقف هذه التهديدات لإمدادات الطاقة التي تمر بمنعطف هذه الأيام بعد كما ذكرت يعني الحرب في أوكرانيا؟ يعني سواء الإدانة الأمريكية يعني تعتبر إدانة مهمة، والإفراج الأمريكي عن بعض صفقات سلاح الباتريوت للمملكة، صفقات دفاعية أيضا مهمة، لكن في اعتقادي أنها أصبحت خطوات باهتة بلا ثمن متأخرة جدا.
تأتي في ظل وجود تباين حقيقي في التوجهات السعودية والأمريكية، التوجهات الخليجية والسعودية مع التوجهات الأمريكية. في رأيي أن المملكة والتحالف العربي تجاوز كثيرا هذه المرحلة، لم يعد التحالف العربي بقيادة المملكة يتوقف كثيرا أمام الخطوات الأمريكية، لكن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية كثير من الملفات تحتاج إلى علاج، لا مجرد دعم. هناك ملفات تتعلق بالأمن الإقليمي، أمن التدخلات الإيرانية وزعزعة استقلال الدول العربية من العراق وسوريا، وانتهاء باليمن ومرورا بالدول الخليجية. في اعتقادي أن المملكة تريد من الولايات المتحدة الأمريكية الانغماس الحقيقي لأمن المنطقة والعودة للاتفاقيات القائمة، ومن ثم أيضا إدراك أن ممرات الطاقة ومنابع الطاقة العالمية اليوم تحت تهديد خطير. ولعل البيان الذي صدر من المملكة العربية السعودية الليلة الماضية على لسان وزارة الخارجية وليس على لسان وزارة النفط يؤكد بالفعل على أن المملكة العربية السعودية عازمة على الانتصار لقرارها الوطني ولأمن الإقليم ولأمنها الوطني، ومن ثم أيضا لن تتوقف كثيرا أمام الخطوات الأمريكية البطيئة. نحن نريد من الولايات المتحدة الأمريكية خطوات متسارعة، خطوات شجاعة، خطوات جريئة، من شأنها أن تعيد ترتيب الأوضاع، ومن ثم فرملت طموح النظام الإيراني الذي باتت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاهثة في سبيل الانفتاح على النفط الإيراني والنفط الفنزويلي، في الوقت الذي رأينا أن المملكة العربية السعودية ومعها الكتلة الخليجية عندما أصرت على التزامها بأوبك بلس، اتفاق أوبك بلس، وعدم الإفراج عن كميات إضافية من النفط، في اعتقادي أنها لقيت عقوبة في من خلال هذه الاعتداءات الإرهابية. أعتقد أن بعض القوى الدولية تريد أن توقع العقاب على بالضبط. الدول الخليج من خلال هذه الاعتداءات الإرهابية. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي، شكرا جزيلا لك.